به. انا هذه مش اول مره نشارك فيها مع مناظره دونك هذه لا دوزيام فوا. شاركت قبل في زعمة 9 في خصص المؤسسة العمومية ما حالفنيش الحظ باش نوصل للنهائي، لكن المرة هذه حالفني الحظ باش نولي من صنع الرأي. بون لفت انك تشارك مع مناظرة تولي مدمن مناظرات، معناها تولي متعطش المناظرات، اعطيني اي مسابقة فيها مناظرات. صناع رأي مختلف بيان سور على زعمات الاخرين على خاطر الكونسيبت جديد وتبدل وفي اكثر منافسة، و31 شاب وشابة معناها تلموا من جميع الجهات ومن جميع الولايات. هما معناها تعديوا بكاستينج من الاول، بدا كاستينج بفورمولير نعمروها والكل، وكانت ما هي سهله فورمولير، انا واحده من الناس 3 ايام نعمر الفورمولير دونك كانت صعيبه الحقيقه. بعديك تعدينا بكاستينج في بريسيليكسيون، فيها جوري مسيو بسام اللي هو مدير المشروع، مدام هاجر تليلي، مدام خضير، ومسيو محمد يوسفي. دونك سالونا اسئله وكل، فما اسئله نتاع تيراج وسور ما كناش نعرفوا شنو موجود في السؤال، باش يختبروا يمكن الثقافه العامه نتاعنا، رده الفعل نتاعنا. والحمد لله حالفني الحظ باش اني نتعدى. بعديك صارت معناها تدريب لمده 13 يوم، تعرضنا فيه معناها مختلف انواع مختلفه معناها من التدريبات والكل، كما اخلاقيه الصحافه، كما الحوكمه والمسائله، كما اداره الاعمال الاجتماعيه، وغيرها وغيرها من الفورماسيونات لين وصلنا للحلقه. الحلقة نحكو معك عبير على الحلقة، وخاصة التيم اللي هي مهمة جدا. هل والسؤال هذا اللي تطرحه التوانسة الكل كيلكي سوا مثقفين غير مثقفين، منتمين إلى أحزاب سياسية غير منتمين، منظمات، اقتصاديين، مواطنين عاديين، اللي خاصة التيم هذه هل تونس في طريقها إلى الإفلاس؟ أنت كنت مع أو ضد؟ أنا كنت مع. العبيد تكرهني لما حالة بعد المعام على غالب هذيك الأرقام والأحصائيات شنو تقول معناها. أي فسر لنا المستمعين في القصرين خلي يفهموا الأطروحة نتاعك أنت اللي أكدت اللي تونس سائرة نحو الإفلاس، كيفاش؟ باهي هو نحن نبداو ديما بزعمة، زعمة تونس ماشية نحو الإفلاس، فريق معاه وفريق ضد، أنا كنت في الفريق المعاه، دونك شوف هو مش حتى انسان في الدنيا هذه خد بلاده تمشي للافلاس راه بيسير. مي احنا التخمام نتاعنا فريق المساندة كان انه باش نعالجوا الجرح او باش نعالجوا الدي لازمنا بالحق نحطوا يدينا عليه، نقولوا لازمنا نعترفوا، نقولوا سي فغي راهو فما هكا، راهو هاي الارقام شنو هي تقول، علاش ما غطيش في عين الشمس بالغربال، اجا ناخذوا لبلادنا. هذاك هو كان الموقف نتاع فريق المسانده، معناها ما كانش موقف انه احنا حابين نمشيو للافلاس، نو سي با سا، سي با سا، معناها كان الهدف انه نصلحوا، مي ما نقولوش ليه مانيش ماشي للافلاس الوغ كو الارقام تقول هكاك، فهمت؟ ونحبذ انه تونس ما تمشيش للافلاس معناها. بيان سور، ما زاد كي نبهوا اذا تبدا فما نحن لهنا في قراءه للارقام الاقتصاديه، لقراءه للاحصائيات، لقراءه زاد العلاقات نتاع تونس مع البنوك المانحه وغيره، انت ترى اللي تونس اذا واصلت على هذا المنح الاقتصادي باش تمشي للافلاس. افكتيفمون ما ترقيم موديز درجه 18 مازالك درجه على اعلان الافلاس، ما هو ضد معناها ما لازمناش نخبيو، لازمنا نقولوا الحقيقه كما هي، وبالطبيعه بحضور الخبراء معناها سي ار ام بالحاج معناها مشكور انه هو تتاكد من المعلومات، وكان متعاون معنا فريق المسانده معناها، وكان خير داعم في المعلومات وحتى في استراتيجيه العمل والكل، دونك مع خبير اقتصادي كما سي ار ام بالحاج نتصور الناس الكل تعرفوا، اكيد معناها رؤيه وضحت اكثر معناها. وديما التنبيه زاد لانه نقص الخطر في للاقتصاد التونسي هو راهو بدايه الحل، تمشي معايا في الحديث هذا ولا وقت اللي نعرفوا اخطائنا ونعرفوا مشاكلنا؟ سي فغي ذاك هو كان اصلا التوجه معناه لفت انه احنا عرفنا الاخطاء باش نوقفوا، عارف احنا مشكلة انه التوانسه بنحسوا بالخطر انه جاي كان سي بون معناه ما يدقدق الباب. ما نقوموا لبلادنا وما نقفوا لها وما هيا نبدوا في الاقتصاد وهيا نصلحوا وهيا نلقاو حلول، كان ما سي بون معناها الخطر تي سماء الضم علينا معناها، فهمت؟ دونك احنا ما حبيناش هذا يصير.
دونك تونس مدعوة إلى تغيير الخيارات الاقتصادية نتاعها، إلى الخيارات الاقتصادية نتاعها، زاد العمل الاقتصادي نتاعها لازم زاد، ولا المشاريع الاقتصادية اللي ممكن إن هي تنقذ البلاد حسب بيانسور الأطروحة نتاعكم أنتم والفريق اللي معاك. دونك الفريق الآخر اللي هو يقول لك راهو مازال تونس مش وقت نتاع إفلاس، نجموا نداركوا مشاكلنا ونجموا نصلحوا ما يمكن إصلاحه باش يتعافى الاقتصاد التونسي. باهي عبير، لو نطلب منك تبارتاجي الاكسبيريونس نتاعك مع المستمعين لهنا والشباب اللي يحب يصنع الرأي ويكون مؤثر في الرأي العام، تنصحوا بالانضمام إلى مبادرة مناظرة ولا؟ خليني من لول الساعة نعرفش معناها مبادرة مناظرة باش العباد تفهم، فهمت؟ كنت عرفت شوية قبلك. أوكي ميسيلش، تفضل. ميسيلش هي خطة منظمة غير ربحية، الهدف متاعها التوجه للشباب، الترسيخ معناها كما نقولوا احنا ثقافة التناظر. نجم نقول انه مناظر عطتنا الوجهة متاع الاعلام البديل، انه الاسرة التونسية كي تقعد باش تتفرج في برنامج نعملوا فيه في لو بوليتيك معناها باش تسمع اقتصاد سياسة اجتماع والكل، تقعد وتسمع بالحق، مش ناس معناها تحكي فوق بعضها، مش هذيك كان هو الهدف. ونتصور انه احنا نجحنا في الحلقه الاولى والحلقه الثانيه انه نوريو الشيء هذا. انا مشاركتي في مبادره مناظره، راهو اي انسان يدخل التجربه بطبيعه قبلها وبعدها ماهوش نفس الشخص كي يسوق. دونك انا تعلمت منها برشا مبادره مناظره، وانها لمت شباب من 24 جهه. من 24 ولايه تلقاها، معناها انا ما حالفنيش الحظ باش نمشي للولايات الكل، لقيت الولايات الكل جاوني، صحيح. الساحل الجنوب الشمال الغربي الوسط، معناها تلقانا معناها كاللهجه اللي محلاها المتبدله من عبد لعبد، وكالثقافات اللي نتبدلوها بينات بعضنا وحبنا لبعضنا. 31 شاب وشابه بالحق عائله واحده، وديجا هذا يبان في دعمنا لبعضنا في الحلقات في لي كومونتير في لي بارتاج في لي فيديو. دونك سيتي مانيفيك الحقيقه، معناها كتجربه وكاكسبيريونس وك لي فورماسيون اللي تعدينا بهم، حتى لي فورماتور ولي فورماتريس اللي جاو بالحق معناها من طراز رفيع، وناس تعرف تخدم وناس تعرف توصل المعلومه، وتعاوننا باش نبنيو الشخصيه نتاعنا. وانا جوريست معناها انا نقرا في القانون، دونك هذا يعاونني برشا باش نبني الشخصيه نتاعي، باش نجم نحكي معناها في البوبليك، باش نجم نعمل معناها تسلسل للحجج نتاعي وكلام يكون منطقي. ومعناها دونك مناظره مشكوره برشا على التطور اللي صار في شخصيتي معناها. أكيد جدا بيان سور، إن شاء الله للتأثير إيجابي والخوض في الشأن العام وصنع الرأي العام مهم جدا للشباب، لأنه الشباب هو اللي باش يحمل المشعل في المستقبل. عبير مشكورة جدا على حضورك معنا. شكرا، يومك سعيد.